وزارة التجارة السعودية تتفق مع هيئة السوق المالية على منح الشركات المتعثرة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال مهلة سنة لتعديل أوضاعها. ضوئيات للاتصالات التابعة للسعودية للكهرباء تحصل على تراخيص خدمة تأجير مرافق الاتصالات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. شركة تداول تبدأ باختيار البنوك التي ستدير الاكتتاب الأولي، وتوقعات بأن يجمع طرح 30% منها أكثر من 500 مليون دولار بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري توقع تسهيلات ائتمانية بقيمة 700 مليون ريال مع مصرف الإنماء لشراء 3 ناقلات نفط عملاقة.